أمي أحسن أم بالعالم لأنها أكثر من أم، بتكون صديقتي، أمي وأختي وكل شيء بحياتي. بتذكر لما كنا صغار أمي كانت تشتغل ساعات طويلة، فكانت تسهر الليل حتى تعملنا أكل حتى بس ثاني يوم نرجع من المدرسة نلاقي كل إشي جاهز. أمي سيف حبوبة جداً. أول ما خلفت سيف قعدت حياتها كلها اهتمت بيه أكتر ما اهتمت بنفسها وبيا وبأي حد في الدنيا، بتعمل كل حاجة بأقصى إمكانياتها عشان خاطر سيف. يعني هي بصراحة أحلى أم شايفها لطفل، لأنه علمتني ما أكره، علمتني سامح، وعلمتني حب. والدتي كتير مميزة لأنه بكل عمري ما شفتها ولا مرة أذت حدا أو ضلت معصبة على حدا أو كرهانة حدا. أكثر شيء أتذكره من طفولتي هو لما كنت بالمدرسة وأمي كانت تدرسني بالبيت حتى أحفظ دروسي، كانت تسوي أغنية من كل درس حتى أحفظها أسرع. She cooks my favorite food. She takes care of me and she lets me play. It will make me happy because this is the first time I've ever given her a big gift and this is the first time I gave her a gift. أمي كتير بتحب المفاجآت، بعتقد هالشي كتير حيعجبها، وهلأ صار الوقت نعتني فيها بدل كل السنين الماضية اللي هي اعتنت فيها. أحب أقولك أنت أجمل أم وأحن أم، ربنا يخليكي لينا وتفضلي طول عمرك حضنانة معي. كل سنة وأنت سالمة يا حبيبتي، والعمر كله إن شاء الله ارفع راسك أكتر وأكتر، وبشكرك كتير كتير أنه علمتيني كيف سامح، لأنه ارتحت بعد ما تعلمت هالشغلة هي. شكراً يا ماما.